نروح بقى من كرة القدم لكرة السلة. الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي هنا بيخوض مباراة مهمة النهاردة إن شاء الله أمام نظيره فريق الاتحاد السكندري، ده في ثاني لقاءات الفريقين في الدوري أو الدور النهائي من بطولة الدوري هنا السوبر للمحترفين، واللي بيقام بالنظام الباست أوف فايف. بتمثل أهمية كبيرة جدا للجهاز الفني واللاعبين للمنافسة هنا على لقب البطولة المباراة دي، وبيسعى الأهلي للظهور بشكل قوي وتحقيق كمان الفوز بعدما أن انتهت المباراة الأولى بفوز الاتحاد بنتيجة هنا 101-94 نقطة بعد اللجوء للشوط هنا الشوط فاصل، والمباراة كمان الثانية بفوز الأهلي 76 نقطة ل65 نقطة. احنا متابعين اخبار كره السله بقالنا فتره يا كريم وشايفين اداء مبهر بصراحه، يعني خلينا بس ناخد مزيد كمان من التفاصيل. معانا على التليفون كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي. يا صباح الخير عليك يا كابتن. طبعا نور على حضرتك. طبعا نور عليكم يعني على جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن احمد. وطبعا مباراه النهارده دي مباراه يعني في غايه الاهميه ضد الاتحاد السكندري، هتكون ان شاء الله المفروض الساعه 8:30. كل التوفيق. عايزين نعرف من حضرتك بقى الاستعدادات كده في عشان المباراه، وكمان عايزين نعرف اكتر يعني عن الفريق الاول لكره السله، لان هو زي ما انا كنت بقول دلوقتي بصراحه محقق يعني تقدم ونجاح كبير في الفتره الاخيره. اتفضل يا فندم. والله يعني احنا يعني ربنا يكرمنا النهارده، احنا يعني الفريق طبعا السنه دي متجدد بشكل كبير، تقريبا في 7-8 عناصر جداد. كابتن اشرف توفيق ابن النادي بس كمدير فني، لكن طبعا بقاله 7 سنين يعني بعيد عن النادي، فيعتبر مدير فني جديد ومعاه 7-8 لعيبه جداد. فكنا طبعا وصلنا قبل الكورونا ان احنا وصلنا لفورمه كويسه، و الحمد لله كنا كسبانين اغلبيه ماتشاتنا، كسبنا الزمالك رايح جاي، كسبنا الجزيره رايح جاي، كسبنا الاتحاد الاسكندريه، كنا وصلنا للتوب فورم. طبعا جت الكورونا حصل دروب يعني شويه، ان احنا طبعا ما فيش تمرين. الاتحاد الاسكندري كان بالنسبه له في افضليه الفتره اللي فاتت، لان طبعا هو الاربع شهور كورونا كانوا بيتمرنوا في الملعب مفتوح عندهم، يعني في الصاله مفتوح لهم الصاله والجيم، كانوا بيتمرنوا على مجاميع 3 و4 لعيبه كل يعني كل فتره كده، ما وقفوش تقريبا. احنا الحمد لله عملنا فتره اعداد، حاولنا نجهز اللعيبه في شهر ونص بالظبط من ساعه ما رجعنا من الكورونا، يعني وصلنا نقدر نقول ل 70-80% من المستوى اللي احنا بنرجوه يعني. الحمد لله ان احنا يعني المباراه اللي فاتت كانت مهمه جدا، لان احنا خسرنا المباراه الاولى كده رجعنا تقريبا لنقطه الصفر، وهيبقى باقي 3 ماتشات باذن الله. النهارده ماتش مهم جدا، لان اللي بيكسب النهارده بيبقى قدامه فرصتين في البيست اوف 5، واحنا يعني بنامل ان احنا ما نوصلش الجيم 5، يعني نامل ان احنا نخلص النهارده الثلاثاء والخميس باذن الله. عملنا امبارح طبعا خدنا راحه عشان طبعا الفرقه طبعا اجهاد ماتشات كتير جدا في اوقات قليله، احنا بنلعب يوم او يوم لا، ده بلس ان احنا كان بقينا ماتش مع الجزيره في السيمي فاينل لعبناه، وكان الاتحاد خلص البيست بتاعه مع الزمالك قبل الكورونا، فكمان ده ضغط مباريات علينا اكبر. امبارح طبعا دي كان يعني عملنا اوف للعيبه، يعني امبارح كان راحه للعيبه، والنهارده الصبح يعني لسه مخلصين، رحنا بس بنظبط شوية حاجات، لعيبة بتشوط نص ساعة على الملعب المباراة، واحنا في طريقنا للأوتيل دلوقتي إن شاء الله، وهيبقى طبعا في يعني ميعاد الغداء وبعدين ميعاد المحاضرة بتاعة الماتش، وإن شاء الله بقى ربنا يكرمنا ونتجه الماتش بالليل بإذن الله. إن شاء الله كل التوفيق، وهنتابع طبعا مع حضراتكم خطوة بخطوة بإذن الله يعني يكون اللقب للنادي الأهلي. بشكرك جدا كابتن أحمد الجرحي، شكرا ليك. توقعي مباراة النهاردة هتكون مباراة نارية. ناري. ليه؟ لأن دي العادي، يعني ده العادي وده المعتاد في كل مباريات الأهلي سواء مع الجزيرة أو مع الاتحاد السكندري، دايما كل يعني الفرقتين دول يعني كل واحد فيهم على حدة ند وخصم قوي جدا للنادي الأهلي في لعبة كرة السلة.